اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة رائعة بنينة ولديدة. فإذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتم من الاوفياء القناة تنجدد الترحاب بكم. لتي يرغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ترموميكس مرحبا به معنا في قناة وسيت شيف لطيفات، نتقاسم معكم بها عدة وصفات بدون هذا الروبو. رابط قناة وسيت شيف لطيفات في صندوق الوصف. ندوزو نكتشفوا مقادير وطريقة تحضير هذا الكراتان. لهذه الوصفة بحاجتنا البطاطا اللي انا غسلت مزيان واختاريت نخليها بالقشرة تاعتها، اللي ما بغاش القشرة ينقيها. في الروبوت ثيرموميكس غادي ندوزو نقطعوها شرائح رقيقه بديكوب مينوت. غادي نثبتو لاكس تاع ديكوب مينوت على الموس اللي كوتو، نثبتوه مزيان ونحطو البول اللي غادي يجمع لينا هاد البطاطا او الخضره اللي غادي نقطعو، ونجيو نثبتو الموس تاع هاد ديكوب مينوت اللي تيقطع، اللي فيه جوج جهات، الجهه اللي تتقطع الشرائح اما شرائح رقيقه او غليظه شويه، والجهه اللي تتقطع اي تترابي حتى هي فيها لاغاب الرقيقه والغليظه اي الحكاكه. انا محتاجه الشرائح هي اللي غنديرها الفوق، غادي نثبتها بحال هكا على اللاكس ونجي نغطي هاد لاغاب اللي فيها هاد المسامير هنا، نخشيو هنايا الطريبيش تاعو. وهنا غادي نديرو الخضر اللي حنا اما بغينا نقطعوها شرائح او نرابيوها اي نحكوها، هنا الا كانت كبيره وهنا الا كانت صغيره. وهذا تندفعو به ملي تنخشيو تندفعو به. هنايا عندنا الثيرموميكس 6، عندنا امانسي لاغاب وعندنا غابي هي هادي. انا غادي نحتاج الامانسي نورك عليها، و تتقول لي واش بغيتيها رقيقه ولا بغيتيها غليظه. انا بغيتها اليوم رقيقه، اذا غادي ندير بحال هكا. غادي تبدا تخدم وانا غادي نبدا نخشي البطاطا من هنا. ونورك على القلب. ونجي نشوف النتيجة اللي هي هذه البطاطا اللي قطعت شرائح رقاق، هي هذه اللي محتاجها اليوم بهاد الوصفة. اللي بغا غليظة بطبيعة الحال تيدير إبس وتحصل على شرائح شوية غلاض، تتبقى السمك حسب الوصفة. واللي زوين في هاد لاغاب هو أنها ما تتوسخش لو بول. نكمل هاد الشرائح من حيث بحاجتي 300 غرام تاع البطاطا مقطع رقيق او شرائح رقيقة في الوصفة. صافي احنا حصلنا على بطاطا مقطعة رقيقة بفضل هاد الاكسسوار الجديد تاع الثيرموميكس.
هو ديكوب مينوت. غادي نجي نديرها في الباني. نغسل شويه هاد الشرائح حيت لقات لينا نشا اللي تيتاكسد في الهواء. هاد الوصفه محتاجه شويه تاع القرعه الحمراء اللي غادي نقيها. قطع طريفات عشوائيه، الوصفه اللي باغا نطيب اليوم هي هادي، غراتان تاع البطاطا بالقرعه الحمراء مع تغيير طبيعه الحال في المقادير، حيت هنا بالنسبه لسته الناس انا غادي ندير ثلاثه الناس. 450 غرام الماء. غادي نثبت الباني تاعي اللي فيه البطاطا، غادي نسد، نحط البارومة، ندير فيه القرعة ونغطيها. هاد الخضرة غادي تطيب ليا في مدة 20 دقيقة بارومة فيتاس كويار أي المعلقة، وباش نستغل ثيرموميكس في وصفات أخرى في هاد المدة غادي ندير هاد الطيب على ثيرموميكس فراند. نهز البول اللي فيه البطاطا ونحطو على ثيرموميكس فراند، نحط عليه البارومة اللي فيها القرعة ونجي نبرمج المدة اللي خاص طيب فيها هاد الخضر. سنورك هنا تتحرك ليا لجهة الحرارة اللي أنا محتاجة البارومة. بارومة نزيد نورك، تيقولوا لي غطي وحطي كل شيء في بلاصتو وغادي ندوز للسرعة. ثيرموميكس فريند دائما تيطيب في اتجاه معاكس. ثيرموميكس فريند غادي يتكلف بالطياب تاع الخضرة، وندوزو نكملو الوصفة على ثيرموميكس تي ام 6 اللي غادي نثبت عليه البول تاعي. غادي ندير في البول بصيله بعد ما نقطعها غليظه، سنينه تاع الثوم، شويه تاع سكينجبير طري ولا ما كانش عوضوه بسكينجبير بودره، غادي نبرمج 5 ثواني بسرعه 5. نجمع الجناب ونزل كل شيء لتحت، نزيد معلقه صغيره د الزبده، شويه زيت الزيتون واحد جوج معلقات، نسد غير بالباني ونبرمج 5 دقائق. حراره 120 المعلقة. ثيرموميكس فران هو تيطيب لينا الخضيرة، وهنا مستغلين ثيرموميكس في وصفة أخرى أو في الكمالة الوصفة. بعد ما تشحر ليا البصيلة نحك شويه الكوزه غير شويه، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، الملح حسب الذوق. هاد الصونيط تاع ثيرموميكس فراند اللي قاده غادي نطفيه، نزيد شويه البزار اللي قامت تبقى حسب الذوق، نزيد 80 غرام الحليب، ماشي ضروري نتشبثوا بالوصفه، نزيد معلقة كبيرة تاع الجبن اللي يمكن لكم تعوضوها بلا كريم فريش، أنا هنا درت 40 غرام. نسد غير بالباني، نجي نبرمج 5 دقائق،
85 في الحرارة. السرعة 2. هنا عندنا الخضيرة تاعتنا اللي طابت، غادي نحيدها من الترموميكس فران ونحطها جانبا، نهزوها ونديروها في واحد الإناء قابل يدخل الفران. نزيدو عليها القريعة، وهنا لاصوص تاعنا ها هي طابت. نزيدو شوية الجبن، تتبقى هاد المرحلة اختيارية تاع الجبن، ديرو الجبن اللي بغيتو. نزيد دابا لاصوص ونوزعها، نعاود نزيد رشيشة تاع الجبن وندخلها للفران تكمل طيابها، مشعول مسبقا على حرارة 200 مدة نص ساعة. بعد ما تطيب تجي على هذا الشكل، وهكذا تنوصلو نديرو جميع غراتان رائع بالخضر، تيجي بنين ولذيذ وفي المتناول كيف شفتو معايا، رائع في المذاق تاعو. غراتان تيعشقوه الكبار والصغار، تيمكننا نرافقو به اللحوم من جميع الانواع، لحوم البيضاء او الحمراء او الاسماك، تيجي غراتان ولا اروع في المذاق. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديكوب مينوت تاع الترموميكس، يمكن لكم تقطعوا الخضر غير بالموندولين او بالسكين. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش ثيرموميكس فريند، يمكن لكم طيبوا اولا الخضار، ديروها في المول اللي غيدخل الفران، وتكملوا الجزء الثاني في الثيرموميكس. غير هو من تيكون عندنا ثيرموميكس فريند تن ربحوا الوقت. فإلى عجبتكم الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارتاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة. واللي تيرغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس، مرحبا به معنا في قناة وشيت شاف لطيفة، رابطها في صندوق الوصف، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.